البطولة القارية الآسيوية والثاني والعشرون لليوم الثاني على التوالي. وزن الفيذر ويت، وزن الريشة 54 كيلوغرام إلى 57 كيلوغرام. في الركن الأحمر اللاعبة سيتورا من أوزبكستان. In the blue corner, representing Sri Lanka, Kishani Kishore Shishi. ومن سريلانكا تأتي اللاعبة كيشاني في الركن الأزرق. تفوق وطول جسماني، ولكن المنتخب الأوزبكستاني قد يكون لديه رأي آخر يدير هذا اللقاء الحكم الروماني. ولدينا مجموعة ونخبة من القضاة الدوليين الخبراء من هنغاريا وسنغافور وجمهورية مصر العربية، الكابتن ناجي إسماعيل وسلوفاكيا والفلبين. في انتظار الحكم والاطمئنان على معدات السلامة لكلا الزاويتين وجمع اللاعبتين إلى منتصف الحلقة وإعطاء إشعار وتعليمات السلامة، وانتظار إعلان الجولة الأولى معلنة عن بداية اللقاء. والجولة الأولى لاعبة سريلانكا والتفوق في الطول، ولكن لن نستبق الأحداث، فأوزبكستان أبدا ليست بالند السهل أو البسيط. اللاعبة سيطورة من أوزبكستان أمام اللاعبة كيشاني من سريلانكا. اللاعبة الطويلة، كلتا اللاعبتين تقفان بوضعية الأرثوذكس، الوضعية الاعتيادية حتى الآن so far. ويستخدمان الحلقة. لكمة قوية يمنى من الركن الأحمر، يتبعها لكمة من أخرى مرتدة من الركن الأزرق. لكمات قوية مؤثرة، لكمات with quality punches تحمل ثقة للجسم معدة بمقدمة القفاز وتصل إلى الهدف. الجذع والرأس فقط. تتابع الحكمة الرومانية اللقاء عن كثب. لعبة أوزبكستان وضربة يمنى مستقيمة نحو الجذع، واللعبة السريلانكية ولكمتين قويتين يمنى ويسرى. تنبيه يمنع المسك، استكمل النزال. الدقيقة الأولى والثلاثون ولكن جرى فيها أحداث كثيرة. لكمات، مجموعة من اللكمات القوية من كلتا اللاعبتين، وتحرك بشكل صحيح لكلتا اللاعبتين أيضا. لكمات صاعدة إلى الجذع والجسد، ولكمات قوية من الركن الأحمر. اللاعبة الأوزبكستانية سيطورة لديها مجموعة من اللكمات القوية المتتالية. السريلانكية تنتظر وتترقب ولن نستعجل، فهناك نصف ثانية حتى نهاية الجولة الأولى، ثم تأتي الجولة الثانية، جولة المدربين التي يظهر فيها الخبرات. لكمة خطافية يسرى من الركن الأحمر، اللاعبة سيطورة. لكمات قوية، أوه لكمة قوية يسرى ويمنى، ولكن سريلانكا تأتي بالرد في نهاية الجولة الأولى. انفصال، طلب بالانفصال من حكمة اللقاء وإشارة من الميقاتي بقرب نهاية الجولة الأولى. وهنا تأتي اللكمات المتتالية قبل أخذ قسط من الراحة، ويأتي الجرس لإراحة كلتا اللاعبتين بالذهاب إلى الزاوية والاسترخاء قليلا والتقاط الأنفاس
حتى بداية المعركة مرة أخرى لنرى ماذا سيفعل المدربون والمساعدون في كلتا الزاويتين وإلى ماذا سوف تؤدي النصائح. لا زلنا في ظل منافسات البطولة القارية الآسيوية المقدمة لكم من دبي دلهي 2021 على أرض دبي في الإمارات العربية المتحدة والمزيد من النزالات القوية. المساعدان خارج الحلقة إذانا ببدء الجولة الثانية. يطلب الحكمة معايير السلامة بإبعاد الكرسي في الركن الأزرق ويبدأ اللقاء. يبدأ النزال في الجولة الثانية. لكمة يسرى من الركن الأحمر. لكمتين جاب وكروس من الركن الأزرق. ولكمة خطافية هوك أيسر من الركن الأزرق. الحكمة تطلب من الركن الأحمر إبقاء الرأس عاليا. لكمة 1-2 من الأوزبكستانية سيطورة. لكمات قادمة من طشكند وذ لاف. لكمات قوية. لكمات نسائية ولكن في المفعول رجالية. الحكمة تطلب من كلتا اللاعبتين الاستماع للقرارات. ولكمة استباقية يسرى جاب قوي مباشر نحو الهدف. سيطورة ترد أيضا بلكمتين. لكمة جاب ثم لكمة يسرى ويمنى. لاحظوا الخداع المستمر. لاحظوا اليد اليسرى التي لا تقف من اللاعبة الأوزبكستانية. خداع فينت طوال الوقت. تشتيت للذهن. من الصعب لك أن تقرر متى ستقرر بالهجوم أو باللكم. مهارة من طراز دولي طراز عالمي من مدربين أولمبيين. وسريلانكا أيضا بالمرصاد تشق طريقا لسريلانكا في المنافسات الدولية والارتقاء بسريلانكا في المنافسات الدولية الآسيوية والأولمبية في المستقبل. يمنع الضرب خلف الظهر كما تقول الحكمة ويمنع الالتفاف. لكمات قوية من السيطورة يسرى ويمنى وكونتر أتاك من السريلانكية. سيل من اللكمات المتواصلة. هنالك أساليب متعددة في الملاكمة فلكل ملاكم أسلوب خاص في القتال وقدرات خاصة تعمل على إظهار القوة والذكاء والتحمل أثناء المباريات. من هذه الأنماط هناك ملاكم داخلي. الملاكم الذي يمتاز بسرعة الحركة واللياقة البدنية العالية. كما ذكرنا اللاعب بعض الأحيان اللاعب القصير الذي يتمتع بالملاكمة الداخلية يكون ذو أفضلية. اقتربنا من نهاية الجولة الثانية في العشر الثواني الأخيرة وانطلاق الجرس معلنا نهاية الجولة الثانية وبداية فترة الاستراحة. تعب واضح على كلتا اللاعبتين من هذا المجهود الجبار. أعزائي المشاهدين لا يمكن لأحد الحكم كم أخفقنا في الحكم على رياضات بالنظر لها وعند ممارستها نجدها أصعب الأشياء على الإطلاق. صدق نصف ما ترى ولا تصدق كل ما تسمع. الملاكم الداخلي كما ذكرنا يمتاز بسرعة الحركة واللياقة البدنية العالية. كما نرى الركن الأحمر هي الأقصر ولكنها سريعة وعندها لياقة بدنية تخولها لرد جميع اللكمات المقدمة والمطروحة من الركن السريلانكي.
الطرق الأزرق. كذلك والضغط على الخصم والاعتماد على المسافات الضيقة في اللعب. انظروا الركن الأحمر وغالبا ما تستخدم لكمات الخطافية. لكمات قوية. مجموعة من اللكمات المؤثرة والقوية والمتتالية من منتخب أوزبكستان. الركن الأحمر اللاعبة سيطورة على اللاعبة كيشاني. أيضا كيشاني أبلت بلاء حسنا وتتحرك بشكل جيد حتى الآن في الجولة الثالثة، وكأنهن يلعبن في الجولة الأولى. ذلك هو دليل بلا شك على المجهود الجبار المبذول يوميا في ساحة التدريب. لكمات يمنى ويسرى مستقيمة من الركن الأحمر، وجاب من الركن الأحمر أيضا، والحكمة في ترقب. لكمات قوية ومؤثرة من سيطورة. نصيحة للركن الأزرق بإبقاء الرأس عاليا حتى في وجود واقي الرأس، وذلك لضمان عدم الاصطدام بالرأس وتعويد اللاعب في كلا الزوايا بعدم الارتطام مستقبلا. أما بالنسبة لمنافسات السيدات فهي دائما وأبدا بواقي الرأس. ولكمة يمنى قوية مباشرة نحو الرأس، مع لكمة مرتدة من الركن الأزرق. لكمات متتابعة، لكمات قوية. سريلانكا ليست بالخصم السهل أبدا برغم النزال القوي. جميلة من هذه اللاعبة الأوزبكستانية واللاعبة السريلانكية، والتكنيك والتكتيك العالي والمجموعات اللكم المنظمة. الحكمة تطلب منهم التوقف وإعطاء إشارة للاعبة السريلانكية بعدم الضرب خلف الرأس. سيل من اللكمات أعزائي المشاهدين، وقرب لانتهاء الجولة الثالثة والأخيرة، وبلا شك نحن في حيرة في اختيار الفائز. هو نطلب مساعدة القضاء في هذا الحال. لدى القضاء الحل. هنالك لاعبين قصار أبطال على مستوى الملاكمة سواء الاحتراف أو الهواة. في الهواة يوجد اللاعب لوماشينكو من أوكرانيا، لاعب قصير بطل العالم بلا منازع، أتوقع خسر مرة واحدة إن لم تخن الذاكرة أو مرتين في حياته. سيطورة تفعلها وتهدي الفوز لطشقند هنا من دبي، والفوز لصالح الركن الأحمر أوزبكستان على حساب سريلانكا. فوز بإجماع القضاة 5-0. مبروك يا سيطورة، مبروك للمدربين الأولمبيين الذين سترونهم كثيرا في طوكيو في أولمبياد طوكيو القادم. وفرحة النصر. لكمات وإعادة للمقتطفات. هذا اللقاء القوي جدا من مخرج هذا اللقاء. يوجد لاعبين قصار عدة دوليين في الهواة، كمثال على سبيل المثال لوماشينكو الأوكراني، وعلى جامبوا الكوبي، و العديد من الملاكمين القصار. وعلى المستوى الاحترافي أيضا يوجد اللاعب الفلبيني ماني باكياو.
ليس القصر بعيب وليس عائقا أبدا أمام الشخص المحترف أو الشخص المحنك الذي يعرف التصرف في الأوقات